الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. هذه الزاوية التي نحن بها الآن حيث يختم ختم صحيح البخاري فهي الزاوية البنانية الدرقاوية الزروقية الشاذلية، وهي طريقة مغربية صرفة أسسها جدنا الأول سيدي عبد السلام البناني بفاس، وكانت زاوية شاذلية، ثم جدد تأسيسها هنا بالرباط سيدي أبي بكر البناني حيث أسس الطريقة الدرقاوية، وأخذها عن شيخه سيدي عبد الواحد الدباغ عن مولاي العربية الدرقاوي، كما قام بنشر هذه الطريقة مشرقا ومغربا. نجله جدنا المباشر سيدي فتح الله البناني الذي نحتفل في هذه الليلة بموسمه السنوي بهذه الزاوية المباركة. هذه الزاوية كما ترون فهي شاهدة على تاريخ المملكة، حيث مر من هنا سلاطين علويين رحمهم الله، وكانوا يحبون هذه الزاوية حبا جما، فمنهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن مع جدنا أبي بكر البناني رحمه الله، ومنهم السلطان مولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز. فمولاي عبد العزيز هو الذي قام بأمر بناء هذه الزاوية هذه السقاية التي وراءنا بظهير شريف. أمر خادمه بتوصيل الماء، لأن الماء بهذه الزاوية بظاهر ملكي شريف، كما أن أخوه السلطان مولانا يوسف كان مرابطا في هذه الزاوية، حتى أن الملك أتاه إلى هذه الزاوية كما يحكى لنا، وعندنا صور ودلائل وظهائر في الموضوع. ووقار ورفعة وحياة